هو واحد من الأحلام التي سلبها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حلم تبدد بسقوط غارة إسرائيلية نسفت المكان وكأن شيئا لم يكن. فبينما كان الشاب محمد نصار 20 عاما يستعد لافتتاح قاعة هوليوود بيتش للأفراح بديكوراتها الأنيقة على البحر قبيل عيد الفطر، أدى العدوان على قطاع غزة في 10 من الشهر الماضي إلى تأجيل موعد الافتتاح لأجل غير معلوم، ليصبح هذا الأجل مستحيلا بعد أن وقع البناء في مرمى النيران الإسرائيلية. أنا محمد نصار، أنشأت مشروعي من مرحلة الصفر. كان مشروعي عبارة عن شاليه لتصوير جلسات الأفراح والعرسان. أنا جيت على الأرض هذه فاضية، يعني أرض زراعية ما كان فيها إشي، أنشأت كل إشي فيها من الصفر، من زوايا، من كتير شغلات، كتير تفاصيل، يعني تعبت كتير في هالمكان وحطيت كل جهد فيه، ادينت مبالغ كبيرة عشان أصل لهذه المرحلة وأنجز هالمكان. مكان كان حيكون أول على مستوى غزة بطلالة بحر، يعني بزوايا أول مرة بتكون، لكن للأسف يعني كان المكان حيكون افتتاحه في عيد الفطر، لكن للأسف اجى العدوان على غزة وانقصف المكان. فكرة لم تتجاوز حدود الحلم بفعل صواريخ الاحتلال التي حولتها إلى كومة تراب وخراب، بات إعادة بنائه شبه مستحيلة لعدم قدرة نصار على سداد ديونه. شعور إحباط، دمار، حلم عمر انتهى. يعني أنا شاب 20 سنة ويتيم واتدينت الدفعة الأولى للمشروع وكل ديون في ديون، وطلع أنا هالوقت في مرحلة عجز، يعني إيش بدي أعمل؟ كله بلحظة تدمر. ولم تسلب الحرب حلم صاحب المشروع فحسب، بل سلبت معها أحلام عرسان بتوثيق أجمل لحظات حياتهم والتقاط صور تخلد فرحة العمر فيها. اشترينا أواعي عيد وحكينا بدنا نتصور في المكان هذا ونحتفل بالعيد ونكون يعني صورنا يحكوا وين هذه الصور. المكان يعني لما أنا تفاجأت وتفرجت فيه ما حسيتوش انه بغزه، حكيت غزه لهالدرجه هذه هي حلوه، فانا كثير استغربت ويعني ونقلت الصوره لاهلي وحكيت لهم نتصور في مكان كثير حلو وفي كل شيء ونطلع على البحر، ويعني مش حتحسوا حالكم متصورين انكم مش بغزه، المكان كثير كان بجنن، يعني لما شفت المنظر والشيء قلبي عيط من جوا، يعني المكان جدا جدا يعني ما كانش هيك، كان كثير 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 حلو وبجنن، يعني حسيت حالي مش بغزة، بباريس لما شفت المكان قلت هذا المكان مش بغزة، بباريس. مئات المباني والأبراج السكنية والمنازل التي أضحت أثرا بعد عين في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ومشروع نصار ما هو إلا واحد من هذه المباني، ولكن لا ولم ولن يكل أو يمل، فهو الفلسطيني وهو مشروع حياة، وتلك عقيدتنا وهذا نتاجها. مروى نصار، تلفزيون فلسطين.